بسم الله الرحيم الرحمن، أحمده وأستعينه بأنه هو الكريم المنان، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى العدنان، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوظيفة الأساسية للجهاز التنفسي هي إمداد الجسم بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون. عند الشهيق يدخل الهواء إلى الأنف ليصل إلى البلعوم، ثم إلى الحنجرة، ثم إلى القصبة الهوائية، ثم يتفرع إلى أن يصل إلى ممرات صغيرة في الرئة تسمى القصيبات الهوائية، والتي في نهايتها أكياس دقيقة متكتلة تسمى الحويصلات الهوائية أو الأسناخ. يدخل الهواء إذن إلى الرئة حتى يصل إلى داخل هذه الحويصلات، وهنا تتم عملية التبادل الغازي بين الهواء والدم. هذا يعني أن الدم يكتسب الأكسجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون في الهواء. هذه العملية تسمى الزفير. التبادلات الغازية تتم على مستوى الشعيرات الدموية الدقيقة والتي تغطي جدار الحويصلات الهوائية. يبلغ عدد الحويصلات الهوائية في رئة شخص عادي من 600 إلى 800 مليون حويصلة، مما يشكل مساحة تصل إلى 100 متر مربع، والتي تعادل ملعبا لكرة المضرب. هذه المساحة الكبيرة للتبادلات الغازية والغنية بالشعيرات الدموية تضمن إشباع الدم بالأكسجين. الدم الذي كان يفتقر للأكسجين قبل أن يدخل إلى الحويصلات الهوائية هو الآن يخرج منها مشبعا بهذا الغاز الحيوي متجها إلى الوريد الرئوي. يرجع الدم إلى القلب والذي يضخه في الأوعية الدموية ليوزع الأكسجين إلى كافة أعضاء الجسم. على مستوى الخلايا يتم تبادل غازي على عكس الذي يقع في الرئة. الدم يطرح الأكسجين الضروري لعمل الخلايا، والخلايا تطرح ثاني أكسيد الكربون في الشعيرات الدموية. إجمالا، فإن وظيفة الجهاز التنفسي هي استخلاص الأكسجين من الهواء وتوزيعه على أعضاء الجسم، ومن ناحية أخرى استخلاص ثاني أكسيد الكربون من الدم لطرده إلى المجال الجوي.